سؤالين عن حلول الروح القدس على السيدة العذراء. واحد بيقول: ذكرت في كتابك الروح القدس ان الروح القدس حل حلول اقنومي مؤقت على السيدة العذراء مريم، ارجو توضيح اكثر في هذا الامر. والسؤال الثاني: عندما حل الروح القدس على السيدة العذراء، هل تظهر أخطاءها فقط حيث سيوجد به السيد المسيح، أم تظهر جسدها كله؟ طبعا تظهر جسدها كله، لأن الأخطاء أيضا بتتغذى بالدم، والدم بيجي من القلب، والقلب بياخد أوامر من المخ. يعني الحكاية لازم يكون طهرها كلها. حلول الروح القدس على العذراء المقصود بكلمة مؤقت، يعني حلول أثناء الحبل المقدس فقط، وبقية أيام حياتها عادية. يعني ما فيش حلول أقنوم، ما فيش حلول أقنوم عليها في كل أيام حياتها. الحلول الأقنومي كان أثناء الحبل المقدس لغرضين: لتكوين جسد منها بدون زرع بشر، وأيضا لتقديس مستودعها حتى إن لا يورث منها الخطية الأصلية. دي حكاية مؤقت. وبعد كده بقى الروح القدس عليها مجرد نعمة وليس حلولا أقنومية.